السلام عليكم، معكم محمد أوراحت من أبناء مدينة أكادير، بحار متقاعد. اليوم في هذا اللقاء غنحاول نعطيكم واحد النبذة عن حياتي البحرية، حياتي المهنية، واحد 30 عام اللي دوزت في البحر. وعندما أقول البحر أقول كل البحار، كنقول الأطلنطيك، كنقول المحيط الهندي، كنقول المحيط الأطلسي كله، كنقول البلطيك، كنقول البحر الأسود، كنقول البحر الأحمر. هذه البحور كلها، هذه العبد اللي أمامكم كلها، واش داز منها؟ وخلال هذا المسار ديال 30 سنة، ديال 30 سنة في البحر، كان واحد المسار حافل بوقائع، منها ما هو مفرح ومنها ما هو محزن. لأن حياة البحر، حياة البحار، لأن البحار عندما ملي يدخل البحر فهو يعتبر من عدد المفقودين، ولكن ملي كيخرج عاد كيحيا ثاني، هو كيموت ويحيا دائما. البحر يحيا كيموت ويحيا. غتسولوني علاش اخترت البحر؟ هذا سؤال مهم، لان الناس كل واحد من صغره كتكون عنده واحد الرؤيه للحوايج. فانا من وانا صغير، طفل صغير في شاطئ مدينه اكادير، واللي ما كناش دائما الصيف كله كنا كندوزو فيه، كانوا كيجيو ذاك الوقت في الستينات، بدايه الستينات، 62 63، كتجي البحريه الفرنسيه، البحريه الفرنسيه، البحريه الحربيه الفرنسيه. و هاد بنادم اللي كيهضر معكم دابا، اش كان كيعجبو في دوك البحاره الفرنسيين؟ كانت كتعجبني ديك الكسوه ديالهم، ديك الكسوه ديالهم، وديك الورده اللي محطوطه على ديك القبعه ديالهم الحمراء. فكانت ديك جذباتني ديك الكسوه، وجذبني هنا كانت علاقتي الاولى مع البحر. من بعد والانسان كيكبر، واحد 12 عام 13 عام في عمره، الانسان كتكون عنده كيبدا يحلم، عنده كيعيش واحد الخيال. وكنت انا ملي كندخل المدرسه كنقول الوالده غدا فرنسا، كتقول غدا امي الالمان، غدا هنا. كتقول لي هي مسكينه بالشلحه، كتقول لي هاي ودخليت هاتي سكتني كله باللغه، كتقول لي راك انت احمق، راه دابا كنتي فيهم كلهم. من بعد فشل دراسي، ما نقولش فشل دراسي، ولكن ماشي فشل دراسي، بل كانت هناك ظروف اللي خلاتني نتخلى على الدراسه. وهنا دخلت المدرسه البحريه، في سنه 68، وحصلت على شهادة الكفاءة المهنية سنة 70، وخرجت باش نخدم شوية باش نتدرب على البحر، نخدم بواخر الصيد الصغيرة هنا في أكادير. سنة 71 غيوقع حدث، غنقرر باش نعطي اتساع البحر، هو أن أحد المراكب الصغيرة، غرق، ومشاو فيه جوج صحابي اللي داروا معايا تكوين، واحد ايت الحسن دريس من مراكش، وبوشنافه من فاس. مشاو هاد الجوج، بقى كانوا في السن ديالي، كانوا في العمر ديالي، وماتوا في عز شبابهم. فهناك قلت غنخلي البحر صافي، مبقاش نرجع للبحر. ريحت واحد السنة، نقول سنة اللي ريحت. واحد النهار في حديقة ابن زيدون، في حديقة ابن زيدون دايزين، كان ديك الساعة كان باقي الوقت الهيبيزم، دايزين واحد المجموعة الهيبيين، وانا ما نعرف، انا ما عرف، دايما احلم، حتى الا تبعتوا الموقع ديالي في التواصل الاجتماعي، العنوان اللي اخترت لراسي هو احلام بحر، اي دائما احلم. ف
دازو دوك الهيبيزم. فقلت لهم ودي لدوك صحابي، لان دوك صحابي كلهم دوزوا معايا المدرسه البحريه، قلت لهم ودي علاش حنا ما نديروش بحال هادو، اش كاع فيها الا درنا بحال هادو. وكان باقي واحد الشهر على العيد الكبير ديك الساعه، على ما اظن في سنه 72 على ما اظن، ما بقيتش كنتذكر. ملي وصل الاجل وداك الشيء علاش اتفقنا كل شيء ما جاش، جا واحد اللي جا قال لي واش مستعد، قلت له واش مستعد، قال لي مستعد نمشي معك الغامره معك. المرحوم عبد الهادي العيساوي كان اطار في سميتو في الاداره ديال الملاحه التجاريه والصيد البحري. هنا بدات المغامره، من هنا للمدينة روتردام الهولندية.